السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. صباحك كل خير. الحمد لله. الله منا المقطعات ورفع الله أنا ولك الدرجات. آمين يا رب العالمين. جعل الله حجكم مبرورا ومسائكم مشكورا وذنبكم مغفورا. آمين يا رب العالمين. عرفنا باسمك وبلدك. أنا اسمي خادم رشيد. ولقبي نجاي. لقبي نجاي واسمي خادم وبلدي السنغال. حياك الله وحيا الله حجاج السنغال جميعا. نعم. حجاج المسلمين جميعا. شرفت هذا العام بقدوم لمكة لأداء فريضة الحج. هل هذه أول مرة تأتي فيها لأداء مناسك الحج أم سبق لك أن أتيت؟ الحمد لله سبق أن أتيت إلى هذا البلد المبارك في عام 2004. جئت من السنغال بدعوة من الملك نفسه. كنت ضمن ضيوف خادم الحرمين. نعم ليس هذا أول مرة. هذه ثاني مرة. هذه نعم هذا ثاني مرة. نعم هذه ثاني مرة مع البعثة ولا ضمن ضيوف مع البعثة. نعم مع البعثة. لا أنا جئت مع 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 لم أنا جئت مع 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 البعثة. نعم هذه السنة جئت مع البعثة. نعم لكن بئسة مستقلة ليست تابعة للحكومة. بئسة مستقلة. مستقلة نعم. ما شاء الله تبارك الله. صلى الله عليه وسلم. نعم. شرفتنا في هذا العام بالالتحاق بهذا الجامع وحضور حلقات وكذلك حضور الحفل والمشاركة فيه وكذلك رأيت ما يقدمه هذا الجامع من سقيا للماء ووجبات للإفطار وكذلك وجبات في الغداء. كلمة تقدمها عما رأيت في هذا الجامع. الحمد لله. على كل حال أعجبت بما رأيت في هذا المسجد المبارك وحمدت الله تبارك وتعالى أن جعلني من بين الذين يأتون إلى هذا المسجد لأداء الصلوات الخمس. فقد رأيت في هذا المسجد ما يجذب قلب المؤمن. تعلمون أن الله تبارك وتعالى يقول في سورة التوبة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذه الخطب التي نستمع إليها دائما من قبل الإمام نستفيد منها كثيرا. وهذه الأجواء الإيمانية كذلك أيضا من حلقات قرآنية مما تزيد إيمان العبد. تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت فيهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذه سمات ثلاثة: نزول الرحمة وغشيان الرحمة، نزول السكينة وغشيان الرحمة، وذكر الله تبارك وتعالى أولئك في الملأ الأعلى. نعم لولا في هذه الحلقات إلا هذه السمات الثلاثة لكفتهم شرفا. على كل حال أنا أعتز بوجودي في هذا المسجد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال. طيب شيخ خادم، كلمة تقدمها في هذا المقام الوالدة هي العساف أطال الله في عمرها على طاعته، هي البانية لهذا الجامع وهي الداعمة لجميع المناشط التي تراها من إفطار من سقيا للماء وحلقات للحجج. كلمة تقدمها لها في هذا المقام. هي ما زالت حيا ترزق. والله الحمد لله. نسأل الله تبارك وتعالى لها القبول. اللهم يقول تبارك وتعالى في حق إبراهيم وهو يبني بيتا أمرا من قبل الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ماذا كان يقول أثناء البناء؟ ربنا تقبل منا. مع أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمره بالبناء، مع ذلك يطلب من الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه. إذن المهم في كل عمل من الأعمال التي يقوم بها الإنسان ويقوم بها المسلم أن يجد قبولا من الله تبارك وتعالى. في سورة آل عمران نجد امرأة من آل إبراهيم تقول: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ها فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ولهذا نتضرع ونمد أيدي الضراعة إلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل من هذه المرأة عملها. فعلى كل حال
هذا الجو لو كان موجودا في كل المساجد الإسلامية لازداد المسلمون تقربا وإيمانا إلى الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي كل الذين يعملون في هذا المكان، هم عمال من عمال ومعلمون ومن عمال ومن عمال ومعلمين وآخرين. على كل حال، ما رأت عيناي في هذا المكان لا أستطيع أن أصفه بالضبط، لأن قلبي مليء بالسرور والبهجة